بص يا صاحبي لو بتدور على جهاز فلاج ولكن بسعر كويس معالج رائد ولكن في الحنين عايز جهاز ممتاز ولكن مش عايز تطلع لعائلة ما فوق الألف وشوية دولار بالبلدي عايز فلاكش كيلر عايز موبايل يقدم لك كل مميزات الهواتف الرائدة مع دخلة الاي اي الجديدة علينا ومميزات الذكاء الاصطناعي بالبلدي انت عايز شيب كيلر بطعم الذكاء الاصطناعي والفيديو بتاع النهارده هو عن موبايل قدم لك كل الصفقه دي بشكل ممتاز جدا جدا وفعليا كل اللي عايزه منك انت تنسى اي موبايل جربته خلال الفتره الاخيره اللي انت هتنبهر معايا بالتجربه انا شفتها من الموبايل اللي معانا النهارده وخصوصا هواتف ريدمي انساها كلها من التجربه النهارده مختلفه اقوى اداء مع اسطع شاشه موجوده في العالم كل ده في موبايل واحد وهو شيب كيلر من ريمي لعام 2024 وهو الفلاج شيب اللي انت ممكن ما تدفعش فيه فوق ال 1000 دولار الريلمي جي تي 6 تعالوا اول حاجه نبدا بيها هي محتويات العلبه تعالوا واحده واحده في البدايه كده نستعرض كلمه فلاج شيب كيلر يعني ايه فلاج شيب كيلر قاتل الفلاج شيب هاتف بيجي بمميزات الاساسيه اللي ممكن تشوفها في اي هاتف رائد ولكن بيجي بتضحيات منطقيه مقابل إنه هو مش هاتف رائد يعني هو هاتف رائد بس مش هاتف رائد حاجات اساسيه زي الشاشه زي الاداء زي التجربه الصوتيه زي حاجات كتير موجوده في الجهاز على الجانب الاخر ممكن تلاقي تضحيه بحاجه زي الخامات مثلا فالجهاز هنا بيجي بتصميم بريميوم جدا ولكن خامات الجهاز ظهر جهاز من البلاستيك واطار جهاز من البلاستيك وبالتالي ده معناه انه مش هيكون بيدعم حاجه زي الشحن الوايرلس الشحن اللاسلكي طبعا دي حاجه تضايق جدا انا كواحد ما بستخدمش اي شاحن سلكي خلال اخر ثلاث سنين بستخدم شاحن لا سلكيه بس هي ميزه رفاهيه شويه لكن كنت اتمنى ان تكون موجوده في الجهاز ده ولكن هل ده معناه ان مميزات الرفاهيه دي مأثره على المميزات الفعليه والمميزات القويه والنقط البيعيه الاساسيه في الجهاز نهائيا. في البدايه انت عندك هنا مقاومه للماء الغبار بمعيار اي بي 65 مش 68 كنت اتمنى ان انت يبقى عندك اعلى معيار موجود في السوق ولكن ما زال عندك مقاومه لرذاذ المياه. تعال بقى نروح بقى للانبهارات انا عايزك تمسك نفسك من كم الانبهارات اللي هتشوفها. واللي كنت تسمعه عن اي فلاج شيب شاشه اماليد ال تي بي او 120 هرت بتقدم لك تجربه اتش دي ار 10 بلس دولبي فيجن الحاجات اللي احنا متعودين عليها دي كلها. ولكن عمرك شفت موبايل بيجي بشاشه بسطوع بيوصل لل 6000 نتس رقم مرعب يا جماعه حد يجي يقول لي يا عم حوالي في مع الاجهزه ال 2000 نتس وال 2500 نتس وال 3000 نتس اثرت معانا في ايه هقولك وليه لا ميزه مبهره جدا موجوده في جهاز مش فلاكشيب الشركه الفعلي انت متخيل فلاكشيب كيلر فدي ميزه تحسب جدا جدا للجي تي 6 وقبل ما نكمل الفيديو بتاعنا لو انت بتحب تشتري اونلاين كتير او حتى لو بتحب تشتري اونلاين كتير وحابب تاخد خصومات وشحن مجاني على اي حاجه تشتريها من نون ففي اكواد خصومات هتديلك شحن مجاني وهتدي لك خصم وكمان هتدعمني فده لينك الاكواد اللي تقدر تستخدمها على نون مصر وفي كود مخصص لنون الخليج تقدر تستخدمه في الامارات والسعوديه لاخواتنا الخلايجة برضو تقدروا تستفيدوا من الاكواد دي وبس كده تعالوا نكمل الفيديو بتاعنا بجانب ده كله انت مازال عندك شاشه بمقاس 6.8 انش بتيجي بابعاد غريبه 2780 في 1264 ودي بتديلك كثافه بكسات 450 بكسل لكل انش فالشاشه هنا بمقاسها بما يقارب او عدد بما يقارب الواحد 15 كي واخد شاشه هنا ممتازه جدا جدا اعلى من فولت دي وده هيقدم لك تجربه ممتعه جدا بصريا يبقى قابلني لو شفت البكسلات اصلا نقف عند هنا لا ريلمي مدلعانا الشاشه هنا محميه الكورن جريلا جلاس فيكت 2 واكيد انت عيل بي بي كي فاكيد بصمه تحت الشاشه ال تي بي او الاوليد بصمه سريعه جدا بتقدم تجربه ممتازه مش هتأثر معاك في اي شكل من الاشكال واي وجه من اوجه الاستخدام طبعا ما هو ده كده قلت لنا حاجه من الحاجتين المبهرين في الجهاز وهي الشاشه ثاني مبهرة في الجهاز والابهرتني جدا جدا هي المعالج الجهاز لما بيجيش بعائله الكوالكوم سناب دراجون 7 من رقم 7 سيريز لا الجهاز هنا بيجي بمعالج الكوالكوم سناب دراجون 8 اس جين 3 عين اعيان معالجات الهواتف تحت الرائدة مباشرة الجهاز بيقدم أداء ممتاز جدا خرافي يعني لو أنت بتفكر في هاتف رايد قديم لا الـ 8S Gen 3 لك تجربة استثنائية في الجزئية دي فأنت واخد هنا معالج بدقة 4 نانومتر مع معالج رسومي الأدرينو 735 لا تقول لي بقى ببجي ولا فورتنايت ولا الجهاز مش هيأثر معاك في أي حاجة ألعاب ماشي سوشيال ميديا ماشي تجارب في أي وجه من أوجه الاستخدام البشري والغير البشري الآدمي والغير آدمي الجهاز هيسد معاك في كل حاجة من الحاجات دي. وبالمناسبه النسخه اللي بستخدمها حاليا هي النسخه ال512 جيجا مساحه داخليه و16 جيجا بايت رام ضيف على ده ذاكره داخليه من نوع UFS 4.0 هتاخد واخد ذاكره صاروخيه مع معالج صاروخي مع سوفت وير محترم جدا ريلمي يو اي على اخر تحديث ليه؟ على اندرويد 14 تجربه مش منطقيه الصراحه واللي يفرق معاك جدا برضو في التجربه العامه بتاعت الموبايل هي البطاريه بطاريه 5000 ملي امبير وبتدعم شحن شاحن سلاح بقدره 120 واط وكل حاجه موجوده في القلب زي ما احنا متعودين من ريلمي بالنسبه للكماليات فاكيد اكيد انت عندك هنا تجربه ستيريو سبيكرز محترمه جدا جدا عندك موتور فايبريشن لينير مع الاو هابتكس انت واخد تجربه تحفه فنيه من التناغم ما بين السوفت وير وما بين الموتور فايبريشن ده فتحس بنقرات بتديك احساس قد ايه جهاز بريميوم عندك اي ار بلس من اللي فوق الجهاز كريموت والابلكيشن بتاع بيلمي الصراحه رهيب قوي وكمان عندك مايكين ومايك الاساسي والمايك الثاني الاكتف نويز كانسلنج وكمان عندك اسطول كاميرات جبار جدا جدا واكيد لو انت كمل الفيديو لحد دلوقتي وما سبسكرايب فلو انت مش سبسكرايب اعمل سبسكرايب تحت الفيديو فهزار الجرس عشان لك فيديوز عظيمه زي دي الفتره اللي جايه وتعالوا نكمل تجربة الكاميرات المرعبة فانت عندك هنا أسطول كاميرات مش مش يعني مش عتاد كاميرات بس عندك كاميرتين 50 ميجا بكسل الكاميرا الاساسيه فيها عدسه اف 1.7 وبتيجي تثبيت او اي اس تجربه الكاميرا الاساسيه ممتازه جدا 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 اي حد بيدور على تجربه كاميرات كويسه وخصوصا بالليل مع مميزات الذكاء الاصطناعي، الصور بتطلع مش منطقيه. الكاميرا التانيه كاميرا 50 ميجا بكسل تيلي فوتو واللي هتاخد بيها صور بورتريه احترافيه جدا جدا جدا. الكاميرا التالته هي كاميرا 8 ميجا بكسل الترا وايد وبينطبق عليها نفس الكلام اللي على الكاميرتين اللي قبليهم. الجهاز هنا بيقدر يصور لحد 4 k 30 و60 فريم في الثانيه وحقيقي تجربه تصوير الفيديو هنا ممتازه وفوق الممتازه بشويه حلوين. كاميرا اماميه 32 ميجا بكسل بتصور لحد 4 k ينطبق عليها نفس الكلام كاميرات ريلم صراحه ممتازه جدا في فئه متوسطه فما بالك هواتف يعني فئه رائده اساسا فالجي تي 6 ممتاز جدا في الكاميرا الاماميه سواء في التصوير العادي او الفيديو عايز اقول لكم من جمال تصوير الفيديو في الموبايل ده بجد الاكسبيرينس انت انت حابب تصور بالليل يعني دلوقتي الدنيا خلاص الشمس راحت انت حابب فعلا تصور فوتج بالليل لان انت متاكد ان الموبايل هيطلع لك نتائج بالليل احلى من النتائج اللي انت كنت متخيل انه يطلعها لك اصلا الصبح فاهمين الموضوع عامل ازاي ف فظيع الصراحه الجهاز ده موجه لمين الجهاز ده موجه لواحد عايز موبايل من ريلمي فلاج شيب كيلر مش عايز يشتري هواتف الفلاج اللي فوق ال دولار ولكن في نفس الوقت عنده مساحه ان هو يدفع لحد 700 دولار كان في السوق المصري فوق ال ألف جنيه في منافسين أو في منافسين منهم الاف 6 الصراحه منافسين اقوياء جدا وباسعار اقل بشويه حلوين فالجهاز ده لو سعره اتلحلح شويه لتحت الصراحه هيقدم صفقه ممتازة جدا جدا لكن اجمالا الجهاز ممتاز ولكن اللي ظلمه التسعير يظبط الجهاز هيظبط الجهاز هيبقى ممتاز جدا ولكن لو انت ما عندكش اي مشكله مع الجهاز وعايز موبايل من ريلمي بالذات في الفئه السعريه دي في الجي تي 6 هو اختيار ممتاز جدا جدا واكيد هتلاقوا برده النسخ الدوليه باسعار ارخص بشويه حلول من التسعير الرسمي فقولوا لي في الكومنت تحت الفيديو اكتبوا لي اكتر حاجه عجبتكم في الموبايل وبس كده دي كانت كل حاجه بس لو مشترك لايك وسبسكرايب وعلى زر الجرس كان معاكم عبد الرحمن هواري اشوفكم في فيديو عظيم جاي مع السلامه